ايوه شكلك ايه بغيت نفسك. اموت. عبد العزيز شلونك؟ مرحبا. عساك طيب؟ يا مرحبا. كيف اخبارك؟ نورت. الله يسعدك. واسعدتنا. يا بعد راسي. يا اخي اللي صارت فكره المطبخ زايد وعلي والشباب ما هو قصورهم فيهم. الساعه 7 الصبح ننام هنا. الله يجعل من جبل في الجنه. هذا ندل من حرصنا و... وبعيدا عن الحرص هذا ندلدل عن عبد العزيز يهتم بالناس اللي يتابعونا اكيد ويقدر الناس اللي اكيد احنا جايين عشانهم اصلا. الوقت ما في اهم الوقت عند اي شخص. انا اشهد. فهم يقتصرون في وقتهم عشانك. الله يبيض يا حبيبي يا سائر. طيب عبد العزيز اسلم. اليوم 32 في جنتل صح ولا لا؟ شفتنا الاسبوع حقك كان صراحه مميز. الله يسعدك. شهدت حقك. شفت اللقاء امس مع ابو سحاب؟ اللقاء شفت مقتطفات منها بسيطه. لكن هل تتوقع عبد العزيز انك الى النهايه؟ انا بالنسبه لي ارى فيك شخصيه اللي متوج بمركز. شوف بقول لك حاجه والله ما انا صراحه يعني والله ولا الله يبيض وجهك ان شاء الله نكون عند الهقوه واكبر. ولكن ما هو هدف الوصول للنهائي قد ما يكون الهدف الوصول لقلب المتابع. هذا كلام كبير جدا. اي والله وناس وصلوا للنهائي ولا صح. بعض صح عشان ما عشان ايوه ما له داعي. فالمكسب والشيء الرئيسي في اي برنامج واقع انك توصل للجمهور. اكيد سواء اخذت مركز ما اخذت مركز هذه امور. لو اطلع الاسبوع الجاي ازود. عز الله صادق. حسستني ابو نهار. روح زود سلطان لا تشيل. زود يا ابو هويدي زود زود. ثالث مره في حياتي اطبخ في المطبخ. انا قبل ما المطبخ مرتين. مرتين مرتين اطبخ حياتك. اي والله ما تطبخ جنبين. والله ان الطبخ من هنا. شوف البصل كيف يقطع. شوف بس في يعني لا في تطور يعني الله يجزاه خير مع القش الباقي موجود. انا دخلت جنتل طال عمرك باخذ اذا فس بالجنتل باخذ الجنتل طال عمرك وباخذ الشهاده من الشهاده من ابو فنون الطبخ. حلو رباع تقدم شهاده ابو نهار بالله. شوف بعدين انا في حاجه ابو في البيت ابو خلاص انا احجز لي شهاده. ابو سابر لبيك. يقول لك فيه مثل يقول يا كان خصمك القاضي من القاضي. حلو. اللي اجت الساعه 12 ونص عمرك في الليل استلمونا زوم. اول فقره المنيو. شوف الحين طال عمرك هذه رساله لهم الان لازم يخطبون الاداره. هذا الان ما عندنا لا طاوه ولا شيء والقدر هذا مايل والبصل اللهم لك الحمد والشكر متعفن. طيب اسمع ايش رايك والقشطه هذه قشطه الطبخ فراوله هذه. لا 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 انا احب ان المسابق معي ياخذ راحته. اظهر ما في خاطرك. نعم الصاج اللي قد طالعه